النهارده تاني يوم رمضان، الحمد لله انا صايم. حاسس ببرد غير طبيعي، اول مره اشوف البرد ده في حياتي. درجه الحراره 0 أو 1 درجه مئويه، وبالليل هيبقى تحت الصفر تقريبا. وانا صغير كنت بحلم ان انا اسافر العالم، وفضلت ماشي ورا حلمي. والنهارده انا في الدوله رقم 22 ليا. كنت الاول بسافر ما بصورش غير نفسي صور عاديه، وكانت الكاميرات يعني مش مجهزه. اللي كانت معايا ما كانتش مجهزه ان انا اعمل فيديوهات وان انا اعمل الكلام ده كله. ما كنتش بتكلم في فيديوهات، مجرد بس ان انا يعني بتفرج وبشوف. وكنت كمان ما بحتفظش بالحاجه يعني بعنايه، يعني كان في حاجات كتير جدا عندي جت واتمسحت. فبدات من قريب ان انا اقول طب ليه ما فيتش الناس، لما لقيت السوشيال ميديا بقى ليها دور جامد جدا في التوعيه، ولقيت ناس كتير جدا بتعمل فيديوهات عن السفر. بدات ان انا افكر ازاي اقدر افيد الناس، يعني ان انا اقدر انقل للناس معلومات عن السفر، عن البلاد اللي بسافرها، عن اسهل الطرق وارخص التكلفه. لان مش كل الناس اغنياء، نسبه الناس العاديه اكتر من الاغنياء. في ناس بتعمل فيديوهات للناس الاغنياء، بتعمل لهم فيديوهات عن الفنادق الخمس نجوم وعن تجار السيارات بالسواق وعن، ودي طبعا معظمهم من دول الخليج اللي بيعملوا الكلام ده. لكن انا بخاطب شعب اكبر وعدد اكبر وفئه اكبر، الفئه اللي معهاش فلوس وعايزه تسافر، نفسها تسافر. لان خلي بالك في حاجه مهمه قوي لازم تعرفها، السفر ده فوق ان هو هواية، هو داء. يعني اللي عنده هواية السفر هو عنده مرض السفر، الاتنين مع بعض. ممكن تكون دماغك احسن حاجة بتحب تعملها مثلا هي انك تشرب سيجارة، او انك تشرب مخدرات، او تشرب خمرة، او تعرف بنات، او يعني هي ده الداء اللي فيك، الحاجة الوحشة اللي بتعملها. أو بس انت في السفر هو مفهوش أضرار غير على نفسك انت، انك بتصرف فيه فلوس بس. لكن هو الإنسان عاش ليه؟ الإنسان عاش عشان ينبسط. فانت لو عندك هواية السفر ما تقفش، سافر. سافر بأقل التكلفة، سافر بأقل الإمكانيات. في مواقع كتير بتستضيف الناس، يعني انت ممكن تسافر وتروح عند حد، تقعد عنده يستضيفك مجانا. فكده انت التكلفة بتاعت السفر قلت بند اللي هو الإقامة، وده من أكبر البنود. ثانيا، مش لازم تاكل في السفر بتاعك الأكلات اللي هي يعني تاكلها في المعتاد أو مطاعم، ممكن تاكل أقل شيء، ممكن تركب أقل حاجة في المواصلات في الانتقالات، باص، ترام، مش لازم تاكسيات. فاللي أنا عايز أقوله إنك ممكن تسافر كتير 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 والتكلفة قليلة جدا، وده اللي أنا بعمله دايما وبنقله للناس. امشي ورا حلمك دايما، ما تسمعش كلام الناس الفاشلة اللي تقولك لأ وتقولك بلاش وتقول لك هيحصل وهيحصل، وبيتشائموا اكتر ما بياكلوا. يعني في ناس بتتشائم اكتر ما بتتنفس. الناس اللي زي كده ابعد عنها، كمل كمل حلمك، امشي ورا حلمك. انت عندك حاجه عايز تعملها، بس احسب حساباتك مظبوط، احسب حساباتك مظبوط، لازم تحسبها صح. توفيق وعدم التوفيق بتاع ربنا سبحانه وتعالى، بس انت لازم تخطط كويس لحلمك. صربيا هي بلد اوروبي زي اي بلد في اوروبا، الاقتصاد بتاعها نقول في الطالع، يعني نقدر نقول ان هو في الطالع، مش وحش. عدد سكانها حوالي 7.5 مليون، من 7 ل 7.5. العاصمة بلجراد فيها من 1.2 مليون ل1.5 مليون. مفيش جاليات كتير اجنبية في البلد، وده بيخلي الواحد هنا ليه يعني اولوية شوية. الشعب هنا بالضيوف، ومحدش عمل اي حاجه ضايقتني لغايه دلوقتي. الناس متعاونه معاك، المواصلات العامه موجوده لكل مكان في بلجراد. انا زيارتي لغايه دلوقتي بس في بلجراد، بس هتنقل في مدن تانية عشان اشوف برضه الطبيعه في صربيا
انا كنت بتمنى ان انا اجي في وقت بتاع التلج اللي تقريبا كان من شهر، لان كانت دي اول مره في حياتي ان انا اشوف بلد فيها تلج. كنت بشوف التلفزيون بس، ما اعرفش، انا عايش في معظم وقت حر. لكن بتمنى ان شاء الله السنه الجايه اقدر احقق الحلم ده، 2023 اكون بتزحلق على التلج. ده حلم من احلامي اللي انا عايز احققها. شعوب جوازات سفرنا ضعيفة جدا جدا جدا، وأي حد يقول لك غير كده فهو بيضحك عليك. أنا يعني كجواز مصري ما بخشش قارة أوروبا كاملة، قارة كاملة ما بخشهاش، قارة زي أمريكا الشمالية كلها ما بخشهاش، قارة زي أمريكا الجنوبية كلها ما عدا دولة واحدة الإكوادور ويمكن تبقى بصعوبة ما بخشهاش. القارة اللي أنا فيها في دول كتير ما بخشش فيها، مع إن دايما متعارف على الدول الجوار دايما تخشها. يعني أنا دول الجوار عندي بالنسبة لي زي ليبيا ما بخشهاش، كنت بخشها بتأشيرة الأول زمان، كنت أخشها من غير تأشيرة. الجزائر، تونس، المغرب، مفيش غير السودان والأردن، دول كلها حتى ما فيهاش سياحة أو ما فيهاش يعني تقدر تتحجم. حتى الدول اللي سامحة لك تخش من غير تأشيرة بتضطر تعمل لها تصريح أمني، وده صعب جدا جدا جدا. يعني إنك تبقى عايز تسافر في وقت، يعني خدت قرار أسافر بكرة ما أقدرش. فإحنا علينا تعجيم جامد جدا في موضوع السفر دون، وانا لولا ان انا عايش بره ما كنتش هعرف اسافر. بلد زي جورجيا دي انا خدت القرار اسافر بكره، عندي اجازه بكره مسافر. في مصر عايزك اسبوعين ثلاثه عشان تاخد تصريح الامن. كمان لما تيجي تعمل تصريح الامن يقول لك هات تاشيره على الجواز، وهي اصلا هم مسهلينها لنا ان احنا تاشيره اونلاين، لكن تصريح الامن مش هيطلع لك غير لما تحط تاشيره على الجواز. تضطر تروح تقدم على التاشيره والسفاره، الموضوع فيه مهزلة. أتمنى من الناس المسؤولة إن هي تتحرك، لأن في وزارة اسمها وزارة الخارجية عندنا، وزارة الخارجية دي مسؤولة عن العلاقات الخارجية. فين دورهم؟ فين الدور بتاعهم؟ لازم تاخد مرتبات مهولة، لازم تعمل إيه؟ أنا بوضح حاجات حقيقية. الناس بتاعت وزارة الخارجية عايزين مراقبة عشان مفيش شغل، مفيش حاجة بيعملوها. فين شغلكم؟ شغلكم الأساسي تظبيط العلاقات مع الدول التانية، إنك تعمل الباسبور بتاعك تعمل له قوة. فين؟ أنا بشوف باسبورات لجنسيات إحنا في مصر بنشوفها إن هي أقل مننا، لكن هما بيخشوا دول أكتر مننا زي الفلبين مثلا. الفلبين بيروح البرازيل بدون تأشيرة، اللي هو انت ممكن تحفى عشان تاخد تأشيرة البرازيل. في ايه؟ راجعوا باسبورت اندكس، موقع معمول، راجعوا فيه قوة الجواز الفلبيني وشوفوا بيخش كام دولة بدون تأشيرة. اللي هو انت تيجي تقول لك انا دي خدامة فلبينية. طب مع الاحترام طبعا للفلبين وشعبها لكن هم عددهم قريب من عددنا، يعني طب ايه السبب؟ لو في اخطاء بتحصل من المصريين وفعلا ده بيحصل، اعملوا غرامات داخل مصر، ان اللي يعمل حاجه زي كده هيتغرم بكذا، او اللي هيكسر هيبقى في ضمان لعيلته، او يعني اعملوا حاجه. لكن قوي الجواز بتاعنا، في ناس عايزه تسافر، في ناس عايزه تعيش وتعمل المستقبل افضل. ليه حاجبنا جوه بلدنا؟ ليه حرمنا نخرج بره؟ الموضوع ده المفروض يدرس والناس تشتغل عليه. السفر يا جماعه حاجه مهمه، مش حاجه يعني مش حاجه ممكن نستغنى عنها. ان احنا نبقى دوله منعزله مثلا، هو ده اللي انتوا عايزينه؟ لا، مش هينفع. قاره زي استراليا ما بخشهاش. يعني انا دلوقتي لا امريكا الجنوبيه ولا امريكا الشماليه ولا اوروبا ولا استراليا، أربع قارات ما بخشهمش. طب بص لآسيا برضو، أقول إيه يعني ربع آسيا اللي بخشها مثلا أقل من الربع.
بعض الدول هونج كونج، أكاو، ماليزيا، إندونيسيا ممكن، إيه الأردن، فين فين فين؟ إحنا دول عربية مفروض يعملنا ما فيش تأشيرة. ليه الجواز الأمريكي والإنجليزي والأوروبي والأمريكي الجنوبي والأسترالي والعالم كله يخش مثلا دول الخليج بدون تأشيرة وإحنا لأ؟ طب إيه الفرق ما بين مصري معاه جنسية دولة تانية ومصري يعني اتنين مصريين بس ده مسموح له يروح في أي حتة وده لأ؟ بلاش جنسية عشان الجنسية بتحتاج وقت كبير جدا عشان تاخدها، فبالتالي ممكن نقول الطباعة اتغيرت وبقى أوروبي أو بقى كده. لأ، طب أنا هفترض النهاردة إن أنا رحت السفارة الألمانية أو أي سفارة أوروبية أو أمريكا وخدت التأشيرة وأنا لسه جوه مصر ما سافرتش، طب أنا بالتأشيرة دي هخش السعودية، والمصري اللي معهوش التأشيرة دي مش هيخش السعودية. فإيه يعني، هو البني آدم اتغير؟ يعني أنا بتأشيرة أمريكا أو بتأشيرة إنجلترا أو بتأشيرة أوروبا أخش السعودية بدون تأشيرة ولو مش معايا ما أخشش؟ ده في شارع مين؟ في شارع مين اللي بيتقال ده؟ فين وزارة الخارجية في الكلام ده؟ فين؟ دورهم فين؟ مع نفس البني آدم ولسه ما غادرش مصر وقاعد متربي فيها وعايش فيها، ليه لما يكون معاه تأشيرة لدول تانية يخش وفي دول تانية ما يخشش؟ ليه؟ ليه أكون معايا تأشيرة دول تانية أخش السعودية اللي هي أصلا المفروض إن أنا أخشها في أي وقت؟ أنا راجل مسلم والقبلة بتاعتي هناك، قبلتي إن أنا أروح وأزور قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، أزور بيت الله الحرام، في إيه؟ ليه تمنعونا؟ عايزين تنظموا حقكم، نظموا، لكن ما تحرموناش، ما تقعش التأشيرة برقم مبالغ فيه، ما بقاش الحج بأرقام بتسلموش الناس للتجار، ما تسلموش الناس الغلابة للتجار، الناس اللي مش عارفة حاجة، الناس اللي تفضل تقول حياتها شغالة عشان تاخد آخر معاش ويطلع يعمل بيه عمره ولا يطلع بيه حج، حرام، بدل ما يسيبه لأولاده وبدل ما يسيبه في مصر أو يعمل بيه مصلحة يفيد الاقتصاد، لا أنت بتروح بتديها لبلد تانية، ليه؟ المفروض في اي وقت عايز يروح يروح، اعمل اجراء يحفظ بيه حق الدولة التانية، بس ده حقك، حقك انك تروح. دول تفتح لك ابوابها وتقول لك تعالى اتفضل وانت اللي تمنع الناس بتاعتك ان هي تسافر، ليه؟ الكلام ده فيه محاسبة المفروض للناس المسؤولة، المفروض المسؤولة. طب احنا قلنا ان في عصر كان فاسد دلوقتي الناس اللي جت يعني خلاص انتوا ناس عايزه تشتغل، طب ليه ماشيين على نفس الكلام الناس الفاسد اللي قبل كده؟ ما تغيروا، جه وزير غير الوزير وجي اداره غير الاداره، غيروا. هنفضل لامتى احنا متهانين بره؟ دلوقتي انا في محطه قطر بلجراد، محطه قطارات بلجراد، عشان خاطر بعمل مخاطره كده، هي مخاطرة محسوبة، يعني ان انا عايز اروح على مونتينيغرو، وكتر الكلام في ناس تقول لك هتخش عادي وناس تقول لك مش هتخش عادي، انا مش داخل تهريب، انا داخل بالقطر. كانوا يعني عملوا اتفاقية قبل كده ان اي حد مقيم في الامارات يقدر يخش مونتينيغرو بدون تأشيرة، بس ناس اتكلمت قالت لك لا على غينا، ناس اتكلمت قالك لا ده لازم يكون الطيران جاي من الامارات مش من بلد تانية، مش فاهم الكلام كتير في الموضوع ده، بس انا نفسي اروح مونتينيغرو. فجيت محطة القطر لما عرفت ان في قطر ما بين هنا وما بين بلغراد وما بين مونتينيغرو، جيت لمحطة القطر وبالفعل قطعت تذكرة، تمام، تذكرة هنا اهي، قطعت تذكرة، لكن انا عشان بقولك يعني بحسب الامور كويس عشان بحسبها، ما قدرتش اقطع لغاية العاصمة لان العاصمة كانت غالية، قطعت لغاية اول مدينة بعد الحدود، اعتبارا ان هما ممكن في الحدود ما يدخلونيش، فبالتالي ما اخسرش فلوس على حاجة فاضية، فمن الحدود ارجع تاني على صربيا، فهنشوف يعني
نكمل مع بعض. انا بكره الساعه 8:30 بالليل هاجي، بكره الساعه 8:30 وانا نشوف نجرب الرحله، ومش هيخسر حاجه كتير يعني. لو خسرت تيجي على قد الفلوس مش مشكله، لكن انا يعني مش همشي تهريب مثلا، همشي مخاطره او كده. لا انا الموضوع كله انك هتروح على هيقول لك لا خلاص هترجع تاني على الامجريشن. ربنا يستر يا رب. انا دلوقتي واقف في الحدود السربيه المونت الجريه، ما شاء الله المنظر ورايا ايه تحفه، جبال وحاجه جميله. اتفقنا وراجعين تاني على الحدود السربيه. موضوع ان انا مدخلتش مونتينيجرو ده موضوع مضايقني جدا وازعجني جدا. يعني ايه اكون انا مقيم في الامارات وانتوا عاملين يعني عاملين اتفاقيه معاكم ما بين المونتينيجرو والامارات، ما ان اي حد مقيم يخش المونتينيجرو بدون تاشيره، ولما اوصل بالقطر تقول لا لازم تبقى جايب الطياره عشان تخش المطار. طب ايه اللي فارق يعني؟ هو نفس البني ادم ونفس الباسبور ونفس كل حاجه، يعني ايه الفارق؟ بس هو تخلف مش لاقي له حل تاني او اسم تاني غير ان هو يعني الناس متخلفه. كمان كل اللي في المكتب الجوازات ما حدش بيتكلم انجليزي، كله بيتكلم اللغه المحليه، وعايزني اوقع على ورقه باللغه بتاعتهم. قلت له استحاله ان اوقع على حاجه زي كده. قلت له مستحيل. قلت له كده والله، قلت له كده انت بتعرف عربي؟ قال لي لا. قلت له لو جبت لك ورقه بالعربي هتمضي عليها؟ قال لي لا. قلت له خلاص. قال لي دي ورقة بتقول انك وصلت ومحدش هتاخد بيها حقك. قلت له ولا مش عايز حقي، انا اعرف حقي ازاي. لو ليك اي استفسارات عن السفر، او ليك اي استفسارات عن التأشيرات، لو ليك اي استفسارات عن اجراءات في السفر، في المتطلبات، في الكلام ده كله، اكتب لي في التعليقات، ولو عندي المعلومة اكيدة هرد عليك. انا ما بحبش ارد غير حاجة موثوقة، لان ما بحبش ان انا اغرق حد او ان انا اخلي حد يتضرر بسببي يعني. فالمعلومه اللي هتاخدها من عندي هتاخد المعلومه مظبوطه.